والله العظيم احنا زرنا النبي مفاجأة جميلة وغير متوقعة يا حامد بيه. يا راجل مفاجأة ايه وغير متوقعة ايه؟ ده القعدة دي كان المفروض انها تكون من سنين، سنين طويلة قوي، بس سنين كلها بقى شغل وشقة وخناقات في الشغل على منظمات ومزايدات. عارف عارف يا سامي، انا كان نفسي القعدة دي تكون مع صديقي الله يرحمه. الله يرحمه. بس انت عارف بقى انا بالنسبة له ايه؟ عموما ما تجص عليه غير الرحمة، بس برضه لازم نحترمه. عشت يا حامد بيه والله، يعني كلك ذوق. بس يعني انا اسف اللي هقوله، يعني احنا جيل مختلف شويه عن جيل حضرتك، يعني جيل كده حامي يحب كده الدخول في الشغل على طول بدون مقدمات. شفت فيلم تايتانيك؟ اه طبعا، مين ما شافوش. فاكر المشهد الاخير، مشهد الغرق اللي هو بتاع العربيه والبخار، صح؟ الله عليك. اهو انت بقى يا سامي في مركب مش هتتقسم نصين وبس، لا هتتدشدش وهتغرق. هتغرق سواء كنت معايا او لا، وهفكرك، بس اتمنى افكرك وانت كسبان مش وانت خسران ومش لاقي حاجه تمسكها وتتعلق بيها. ويا ترى بقى ايه العرض بتاع حضرتك؟ واضح كده بسام انك حطير من حكايه المرز خالص. تستغربش، نعرف حاجات اكتر مما تتصور، ومكتبك اللي في الشركه هتخسره برضه. عشان كده انا بنصحك نصيحه اخ، بيع لي ونكسب احنا الاثنين. بس برضه انت مش شايف حضرتك ان انت كده في تناقض شويه في الكلام؟ يعني منين انا مش هاورس وفي نفس الوقت طالب مني انا ابيع لك؟ انت فاهم انك هتبيع لي ايه؟ هو انا هشتري ايه؟ يعني هشتري شركه حيطان ومكاتب ولا حتى عربيات النقل؟ لا يا سامي لا، انا كل الحاجات دي ما تفرقش معايا. انا غلب حماري، يعني انت حضرتك عايز تشتري ايه؟ السوق. السوق؟ طب هو انا املك السوق؟ ابيع لك حاجه ما املكهاش؟ السوق مقسوم ما بيني وما بينك، انت 70% وانا 30%، ودي مش قسمة عدل. عشان كده بقى انا جاي اشتري منك ال 70%. انا عرفت دلوقتي اخويا صادق الله يرحمه كان يضحك عليك قوي. الله يرحمه. ليه؟ يعني هو كان بيضحك عشان بصراحة أنا آسف برضه بتفكر غلط. بفكر غلط ليه؟ أنا بعرض عليك عرض، يا تقبله يا إما هتندم بقيت عمرك. أصل هو المنطقي يعني يا حامد بيه إن اللي معاه 70% هو اللي يشتري ال 30%، فأنا هعرض عليك عرض. أنا هشتري ال 30% بتوع السوق أو هشتري شركتك. أنت؟ أيوه أنا. ده مين أنت؟ ده أنت حيالله نصيبك في التركة متجمد في الفريزر. يعني المهم يطلع ويفك، مش انت اللي هتاكله. صدقني مش هتاكله. انت من النوع يا سامي اللي بجوز عليه الصدقه. الله يكرم اصلك. بس انا اسف اللي هقوله، يعني حضرتك النموذج الحي اللي بيثبت ان صادق اخويا الله يرحمه كان دايما على حق. اوعى تفتكر حضرتك ان صادق اخويا هو اللي بنى الامبراطوريه دي كلها خالص. عمل كل ده عشان انا كنت شغال معاه من وانا عيل صغير بشخه في الثانوي. سامي بناه ما بيغرقش. والناس في تايتانيك برضو ما كانوش متصورين انهم هيغرقوا، لكن تتفرج عليهم في اخر الفيلم المشهد الاخراني قلبك اتقطع عليهم وصعبوا عليك. انت ما شربتش قهوتك. شكرا على القهوه. عموما جيت لك لحد بيتك وعرضت عليك عرض، فكر فيه، لو عجبك مكتبي مفتوح لك. لازم. انت شفت تايتانيك؟ بحبه. مشهد النهاية هيتغير، هيبقى إخراجي أنا، سامي بنهام. بقول لك يا بت منى. إيه بت دي؟ منى هانم. هو كده. بقول لك انا خدت 150 الف جنيه قرض من البنك عشان نعمل مطعم سوري انا وانت ويشتغل ويبقى زي الفل، ايه رايك؟ جاي ولا الدور الجاي؟ طب وايه لزوم القرض والحاجات دي كلها؟ ما احنا ربنا كرمنا اهو، بعدين انت مش ضمنك، مش يمكن تخسر؟ وماله؟ يكفينا شرف المحاوله. ايه نقول امين؟ ماشي امين. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ حسك عينك تجيبي سيره ال 150 الف جنيه ده لاي حد. انا واخد القرض ده من ناس يعني ليها علاقات في البنك من ورا اقتدار. ماشي ما تخافش. على الله. منى انت يا بنت لمي هدومك وامشي اطلعي بره. يا جيجي هانم وانا عملت ايه بس؟ عملتي ايه؟ انت يا واطيه تخونيني انا؟ تبقي عارفه ان الورق مع ابليس وما تقوليليش؟ نص ساعه وما اشوفكيش هنا.
عارفة لو فضلتي هجيب لك البوليس. غوري أموت بقى وأعرف مين اللي خلاص عليا. والمصحف كده كنت أشرب من دمه. اهدي اهدي اسرعي يا دول، اهدي اهدي. سبحان الله، ورق إيه اللي بتتكلم عنه ده؟ ده ما عندناش إلا ورق كروم ورق قص، حاجة غريبة. سبحان الله، شوفي بكلمك أنا في شغل جديد، الشغل القديم يطير. ربنا ليه حكمة في كده؟ ليه حكمة؟ ليه حكمة؟ الكرسي ده بقى بتاعنا ياما، بعد كده تقعدي هنا انت صاحبه البيت. خمس دقايق هعمل لكم طاجن زي الفل زي الفل عشان خاطر الهواني. عبال بس ما تجيبوا شغاله جديده غير يعني. انت هتعمل لنا هوسه ودوشه، ما تقعد ساكت، هتعمل لنا فيها شيف. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. مبروك يا مرات ابن اخويا. مبروك على ايه؟ خير. نتيجه تحليل دين ايه طلعت؟ بجد؟ وايه النتيجه يا اخويا؟ لا طمني يا حاجه، بنتك اشرف من الشرف، واللي بطنها دم لحمنا ودمنا، ابن الشريف صادق البنهاوي. الحمد لله. ايوه كده، بنتي طلعت اشرف من الشرف. الله اكبر الله اكبر يا جماعه، الاكل النهارده على حسابي، ما حدش يطلع حاجه. الحمد لله. وانت يعني ياما ما كنتيش واثقه في نتيجه التحليل وواثقه فيا؟ لا يا حبيبه امي، واثقة فيكي 100%. الحمد لله. أنا كلمت سمير المحامي بتاعي عشان يتنازل عن دعوة إنكار النسب. ده إيه ده إن شاء الله؟ ده فيلم جديد بتعمله علينا أنت والهانة؟ على رأيك، كلنا عارفين إن شريف ما بيخلفش. ولو جبتولي الدي إن إيه بتاع العالم كله برضه مش هصدق. ولو سيادتك كلمت المحامي علشان يوقف الدعوة، أنا بقى هرفع دعوة. فاهم يا أختي؟ آسف. أنا كمان هرفع قضية. طالما التحليل ده اتعمل بره الطب الشرعي يبقى تبلوه تشربوا ميته. اقعدي يا اختي، مالك في ايه؟ ايه الفيلم اللي انتوا الاثنين عاملينه ده؟ ومالها ست جيجي مش شنجه علينا ليه كده؟ ما النتيجه بانت وطلعت اشرف منكوا واشرف من الشرف كمان، ولا ايه يا اما؟ انا عارفه يا اختي. تبلوه وتشربوا ميته. هنبله. معلش يا نعمه، هم منفعلين طبعا عشان الصدمه، انا عارفهم اكتر منك، هم كده كده اصلا يعني بره الميراث اللي بيني وبينك. خلاف المهم، أنا ملزم دلوقتي إن أنا أرد لك كل اللي ليكي في فلوس صادق وشريف الله يرحمه. في نفس الوقت اللي في بطنك ده سواء كان بنت أو ولد، ده حقه هيجي له لحد عنده. ولد إن شاء الله وهيقش. إن شاء الله يا حاجة بإذن الله. دي بقى هدية المحبة، مفتاح عربيتك الجديدة. وهدية النن. الحق يا أم هدية جات للنن. مبروك عليك يا حبيبتي. حقك عليا نعم، لو كنت يعني غلطت او طلع مني اي حاجه مش كويسه تجاهك يعني بعتذر لك. صافي يا لبن. حليب يا اخويا وزي الفل. على فكره انت دلوقتي خلاص بقيتي من عيله البناوي، انت جدر، انت جدر يا نعم. ايوه طلعتي جدر يا نعم. انت عاوزني اشتغل معاك يا ابليس؟ وايه المشكله يا همسه؟ الدنيا زي المرجيحة، يوم تحت وفوق، وأنا دلوقتي فوق. أنا فتحت شركتي جروب بشتغل في كل حاجة. أنا محتاج دماغك معايا. طول الوقت كان بيعجبني ديزايناتك. أنا محتاج دماغك زي ما قلت لك. ما تقلقيش، مرتبك اللي بتاخديه في البناوي هتاخديه معايا ثلاث أضعاف. إيه رأيك؟ إبليس بس سوري يعني، أنت كنت السواق بتاعنا، وبعدين ده أنت كنت الديلر بتاعي يعني. عاوزني اشتغل مع تاجر مخدرات. تاجر مخدرات، تاجر مخدرات حته واحده. ايه همسه في ايه؟ انا كنت بقضي لك محبه لاخر مره اقولها لك. العرض اللي مقدمه لك ما يتقالوش نو. تمام. يعني يا اخويا بقيت بتيجي كده من غير ما تقول لحد وتمشي من غير ما حد يضربك برضك. يا واد هو احنا مش قرايبك ولا انت مش متذكر؟ يا ست متذكر وربنا متذكر، وعشان ما اتذكر انا جالك عشان ابارك لك عشان موضوع التحليل ده. امك كلمتني فقلت اجي ابارك لك. قابلت همسه بالصدفه وهمست لها همستين. همست لها وقلت لها ايه بقى؟ والنبي انا ما مرتاحه لك. لا والله ده فعلا دخل لاني موجوده بالصدفه، انا كنت خارجه. حتى انت يا كتكوته بقيتي تكذبي تعادتي منه ومن الاوباش اللي عايشه معاهم. والله العظيم انا عمري ما بكذب، بجد ما بكذبش. انا كنت مستنيه جيجي بس عشان كده شفته بالصدفه. ولا كنت واقفة مستنية الباص؟ حوار ايه ده يا سلاوي اللي كنا واقفين؟ حوار كبير قوي يا بلاتوت، محدش عارف ينجده غيرك.
طب ما تنطق يا زفت وتخلص. انطق يالا. مفاجأة صح؟ انت بتعمل عليها حوار؟ اخفى انت يا سلعاء واخفى. يا جميل يا قمر بقى فيه. انت مخلي وادي يشتغلني؟ ما انا لو كنت كلمتك انا يا توته ما كنتش هترد عليا ولا هتوافقي تيجي. نعم عايز ايه مني؟ اول حاجه عايز اتاسف. ها؟ تاني حاجه؟ عايز اعتذر لك. ماله ماشي اخلص. تالت حاجه؟ عايز اقول لك اي ام سوري. ده انت لسه اهبل بقى. يا توتة ما خلاص بقى يا توتة حرام عليكي، والله العظيم عارف ان انا غلطان والغلط راكبني ودايس بنزين، واعترفت بكده يا ستي، واكتشفت كمان ان انت ارق واحن واحده في الدنيا. والله؟ والله. ما انا عارفه والمطلوب. انا عارف ان انت بتحبيه، بدليل ان الواد سلعوة اول ما قال لك كورنر خلاص واقع في حوار جيتي على طول. وانا بحبه، والله العظيم بحبه، واعترفت بكده خلاص، ونفسي بقى نرجع وندوب ونعيش مع بعض حياتنا، ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا. ما بقاش ينفع يا كورنر. توتا اللي قدامك دلوقتي غير توتا بتاعت زمان. ليه؟ توتا بقى لابسه ماسك ولا متنكره؟ ايه ده العسل والسكر والخفه بتاعت امك دي؟ بقول لك ايه؟ انا ان شاء الله ماشيه في سكه الغنى، وان شاء الله ربنا يكرمني، وابقى احسن من حسين الجسمي كمان. وانا هقف جنبك وهساعدك، ومش هعمل زي زمان. خلاص بقى يا توتا اتعلمت من غلطي خلاص. وعرفت ان ماليش في الدنيا غيرك. وبعدين هو انا في ايديك الساعه اما اتجوز حسين الجسمي. والنبي عسل. وتوته توته. توته. حبك ده حد. تعزميني على حاجه. يلا يا معفن. شفت العربيه اللهم صل على النبي حلوه ازاي؟ ما شاء الله حلوه قوي يا نعمه، الف مبروك. الله يبارك فيك يا اختي. بقول لك ايه؟ لازم بقى تعلميني السواقه العربيه الحلوه دي، ما ينفعش ابقى بلبس حلو وعربيتي حلوه كده واجيب عيل يسوق لي. حتى بقى منظرها مش حلو. حاضر عيوني هعلمك. تسلمي يا اختي وتعيشي. الله اكبر اللهم صل على النبي، عايز اذبح. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في الفيلا ده؟ انت اللي جايبك هنا يا بنت انت؟ انت جاسوسه مش كده؟ انا عارفاكي، انت اخت الظابط اللي فضحنا. جايه تنيالي اخبارنا وتفضحينا، دمرتي العيله يا شيخ. امشي اطلعي بره. جرايك يا جنت. في ايه؟ دي ضيفتي واختي وفوق دماغي من فوق، واللي يجي جنبها خلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. خليك يا بت. غجر الفيلا بقت كلها غجر. امشي سيبيها يا اختي. غجر غجر يا اختي. الجيجا زعليش والنبي لا وريها. مش مهم يقولوا عني اني سبته وجيت عليه، هو يعني لما باعني كانوا عملوا ليا ايه؟ مش مهم يقولوا عني اني سبته وجيت عليه، هو يعني لما باعني كانوا عملوا ليا ايه؟ حد فيهم حس ذلي لما دمر فيا كلي وجي على قلبي الضعيف، ولا شالوا في مرة همي لما كان يحرق في دمي؟ كل يوم بكلام سخيف، كل يوم على الهموم، كنت انام انا ولا اقوم احكي ايه ولا ايه؟ هما شافوا معايا ايه؟ الكلام ملوش لزوم. مش مهم يقولوا عني اني سبته وجيت عليه، هو يعني لما باني كانوا عملوا لي ايه؟ غير عشاني والحقيقة هو هو، هما شايفين اللي برا بس أنا شايفة اللي جوه. بيقولوا اتغير عشاني والحقيقة هو هو، هما شايفين اللي برا بس أنا شايفة اللي جوه. مين هيضمن ليا تاني إنه هو ما يزيديش؟ لو هيتغير عشاني يا ترى كل يوم عالهموم، كنت انام انا ولا اقوم هحكي ايه ولا ايه؟ هما شافوا معايا ايه؟ الكلام
سبته جيت عليه. هو يعني لما فعلي كانوا عملوا لي ايه؟ صباح الخير يا سامي. صباح الخير يا جيجي. خير، في حاجة ولا مصيبة؟ مع احترامي ليك يعني وعدم إساءة الأدب، أنت خدت على قفاك. يا جيجي الكلام ده عيب، عيب قوي لما يعني مش عارف واحدة ليدي ازاي تتكلم كده. ما هو مش عشان حاطين ايدينا في ايدين بعض عشان ما نوقعش، تكلميني كده. واتش يور لانجوج بليز. أم واتش إت، اتفضل. إيه ده؟ دي الأدوية اللي خربت البنهاوي جروب. أيوة جبتيها منين يعني؟ دي مغرقة السوق كله. ازاي يا جيجي والشحنة أصلا اتعدلت؟ رشا، رشا اللي بتثق فيها، رشا شركة إبليس. إيه التخريف اللي بتقوليه ده يا جيجي؟ طول بتقول تخريف؟ أنت نايم على ودانك. ما نشوف. على فكرة مش هترد عليك. ثواني بس، ممكن من فضلك؟ صدقني ممكن ثواني. طيب أنت حر. قلت لك مش هترد عليك. خلاص، هي عملتك زي علبة السجاير اللي فضيت عايزة ترميها وتفتح علبة تانية بقى جديدة. ممكن تسيبيني لوحدي شوية يا عشي؟ انت هنا يا حبيبي؟ حبيبي حبيبي يا بنت الواطية، تعالي تعالي يا رحمك. بتخونيني؟ بتخونيني يا رشا؟ ها؟ ليه؟ 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 انا عايز اعرف ليه؟ ها؟ ده مفيش خطوة ما مشيناش فيها سوا. ها؟ انت ليه؟ بتتكلم عن خيانة؟ ده انت خدتني 100 مرة وبتعملني زي الكلبة ومستعر منك. اه عاملك زي الكلبة عشان انت جاية من الشارع. يا زبالة يا رشا، طول عمرك ما تسواش حاجة قدام صادق، طول عمرك. أو بتتضايق كده عشان ما تتجوزنيش؟ وأنا هرد على واحدة زبالة زيك؟ واحدة بتخوني في شرفي وفلوسي وفي شرفي الشخصية. أنا استحق زبالة. إحنا الاتنين زي بعض، إحنا الاتنين خاينين، وفي الآخر مستخسر فيا أسيب الجواز مش هتكلفك حاجة؟ آه مستخسر فيك أسيب الجواز. أنت لسه جالك منين؟ جالك من جالك من الشارع، أنت كنت ولا حاجة. ونويت تسميه بقى النونة؟ بفكر في حموق. حلو، حموق رفيق. صباحي مباركة يا إبليس، صباحي مباركة يا أرمل الجوزي. لو ما سكتتش الهلهولة دي هبهدلها. هلهولة مين يا بت يا ناشفة أنت يا أم عين صفا؟ على فكرة مش ناشفة. أنت قادرة. ما الفيلا خلاص باظت، بقت مليانة ممرضات ودجالين. لوك لاس. وأنت السادة يا أختي نسيتي السواقين. إيه يا نعمة؟ يا إبليس، على فكرة بقى، اوعى تفتكرني نايم على ودان. أنا مفتحة لك قوي، وشغل الشركة بتاعتنا اللي أنت عمال تسرقه لشركتك أنا عارفة كل حاجة عنه، ورشا اللي شريكة معاك من الباطل، والبت همسة يا عيني الغلبانة الصغيرة أختك اللي ضحك عليها عشان تنقل لك بطن الشركة كلها عنده. بس أنا مفتحة لك قوي يلا، وأي حاجة هتعملها ههبشك زي ما القطة بتهبش عيالها. ده مال النونة يا لزومهم ايه البقين دول يا نعمة؟ ده انا ابليس. ما عشان انت ابليس هحرقك بقى لو لعبت معايا. انا خارجة. طب استنى، انا كمان خارج اخدك معايا. استنى انا رايحة للدكتور عشان النونة. يا ستي هوصلك الاول وبعد كده اطلع على المشوار بتاعي. طب هات ايدك. اتفضلي يا نعمة هاني. اه سلام يا عرسان. لو كلاس. انا قلت لك ما تتكلميش معاها، دي ما عندهاش اكسبيرينس وما عندهاش كمان لو بلاس. بس والله انت طيبه يا نعمه وقلبي طبيعي. ربنا يخليك يا كابتن رامز.
ايوه بس مش هينفع كده، لازم برضو تدوري على مصلحتك كويس. كل الناس على فكره بتبص لمصلحتهم. عندك جيجي مثلا وسامي كانوا ما يطقوش بعض، دلوقتي بقوا زي السمنه على العسل وخلاص بيفكروا يتجوزوا. ايه؟ اه والله انا نفسي اتفاجئت. وسمر هانم، سمر هانم اتجوزت سواق. ماله يا اخويا السواق؟ ما سطرها السواق مش احسن من ميه البطيخ اللي كانت عايشه فيها بقى؟ استغفر الله العظيم يا رب. احسن طبعا، ما قلناش حاجه، بس انت برضو لازم تبصي لمصلحتك وتدوري عليها. اللي هي ايه مصلحتي دي بقى؟ فين دي مصلحتك؟ الناس اللي بيحبوك بجد، الناس اللي حواليكي، بس انت مش واخده بالك. يا اخويا انا مصلحتي في اللي في بطني، ان شاء الله يجي بالسلام. انت ما بتشوفش امي والحشر بيعملوا ايه في بعض؟ ادي الجواز يا اخويا، ليه النار ياكلوا في بعض؟ نار كده قايده في البيت. ما انت اكيد لما تتجوزي يعني مش هتبقي زي امك وحشري، اكيد هيبقى في حاجه احسن من كده. قصدك العريس يعني هيبقى احسن من حشري؟ بكتير. وانا بتاع حشري طيب، هو رخم بس طيب. هو رخم فعلا. انا مش مرتاح لنعمة يا عبير، حاسس انها كانت بتلعب بيا من اول لحظه. كل حكايه انها كانت بتبعد الشكوك عن عيله البنهاوي، واول ما اطمنت غيرت كلامها. نعمة ذكية قوي يا جلال، عندها ذكاء فطري عمري ما شفت زيه. بس لو اللي بتقوله ده حقيقي دي تبقى عبقرية بصراحة. أي نعمة أنا ونعمة بقينا يعني صحاب بعض جدا وبقت أنتمتي، بس أنا عمري ما عرفت إيه اللي جواها. بس صدقني مش لدرجة القتل. أنا بعترف لك إني فشلت. أنا مش عارف أمشي خطوة واحدة في القضية دي. ما عنديش غير طريق واحد بس مش حاسس إنها وصلني لحاجة يعني. إيه هو؟ الثراء الفاحش اللي ظهر على أبيس فجأة ده. طب ما دخلت كويس. ايوه بس حاسس انه في الاخر الصراع ده هيبقى بسبب ان واد ابليس حرامي، وانه فلوس عيله البنهاوي كلها هتبقى متجمده وملهاش اي علاقه بالصراع الفاحش اللي ظهر على ابليس فجاه ده. بس هقول لك على حاجه، انت عندك حق، بس انا حاسه ان ابليس ده هو السورس بتاع كل اللي بيحصل. يا زغلول افهم، خلي تدار وحشر يطلعوا على المستشفى دلوقتي حالا. قلت لك عملت حادثه خارجه من باب المستشفى، عربيه نص نقل جت خبطتها. بسرعه خليهم يطلعوا على المستشفى دلوقتي حالا. هي كويسه يا سيدي اطمن، هي دلوقتي في اوضه العمليه تخلص بقى. حالتها خطير قوي، بالذات ان هي في الشهر السابع. انا عايزه بنتي يا دكتور، عايزه بنتي. حاضر حاضر يا حاج، احنا مضطرين نتدخل جراحيا عشان ننزل الجنين، بس للاسف الشديد مش هنقدر نحافظ على حياتها. هنحاول نحافظ على حياه الام. يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي يا نعم. يا بنتي. بقولك يا عزت، انا اتفقت معاك على 5 قروش، واتفقت معاك انك لا تشوفني ولا اشوفك، لا تعرفني ولا اعرفك. بقولك ايه يا عمينا، ال5 قروش بتوعك دول اتصرفوا، واتصرفوا من زمان قوي. انا الحكومه لو عكشتني هتضيع فيها رقبتي، وبعدين الله يرحمهم كان ما شاء الله متريشين قوي، وانت ما طمتنيش على كده. يعني انت عاوز ايه؟ انا شايف كده بسم الله ما شاء الله، إبليس اللي كان سواق الباشا بقى هو الباشا. فلوس وعربية وشركة وسكرتيرة. أنت عاوز إيه؟ ولا أنت ولا كلمة. أنت قاعد لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي أنا هسلمك لعزرائيل مش للحكومة. إهدى بس أنت يا حبيبي، خلينا نجيب آخره. عاوز إيه؟ 1,000,000 جنيه. نعم روح أمك. هي هبت منك ولا إيه؟ هبت؟ أنا إبليس يلا. انت جاي تهددني في مكتبي؟ اهدى بس كده يا ابليس، الخزنه وراك. هات 1,000,000 جنيه وانا سافر بره مصر، وليك عليا يا حبيبي لا تشوفني ولا تشوفك. انت ما بارش 100 يالا، ما بارش 100 يالا. يا سواق يا، وتعرفك مين هو ابليس؟ انطر يالا انطر. اهدى
بس يا بيبي، ده كده يودينا في 60 داهية. صنف نمرود، لو اديته مرة يعملنا ابوه وهيجي لي كل يوم ياخد المصروف. طب لو بلغ علينا البوليس يا بيبي؟ بلغ عن مين يا سمر؟ بلغ عن نفسه. بقول لك ايه، كفاية نكد، انا مش ناقص. ما تيجي نكمل الصباحية. انت كنت بتقولي ايه من شوية؟ بيبي بيبي يا بيبي، دي بقى اللي موداني في داهية. يا تاني بيبي، احنا نروح بقى، نروح احسن، بلاقي شغل وبلاقي اي حاجه. فمش عايزك تقلقي نفسك يعني، ابليس ده انا هظبطهولك ظابطه والله لا تتخيليها. وحياتي عندك ما تعمل حاجه من غير ما تقول لي، يعني لو في اي غلطه الدنيا كلها تتقلب علينا. بقول لك ايه بقى، الجيم بيتقفل وهنكسب، يعني هنكسب. بعدين انت مش عارفه انت مع مين، انت مع سامي البلاوي. طبعا عارفه، بس يلا بقى نروح المستشفى للبنت اللي اسمها نعمة دي. اصل رامز كلمني وقال ان احنا متاخرين ومش عايز شكلنا يبقى باين. صحيح، واحنا نعرف الاصول لو قوي قوي. يلا. بيقول ان نعمه حياتها خطر جدا، هو جوه دلوقتي بيحاول معاها. يا رب ربنا يرجعك بالسلامه ليا يا بنتي. يا رب. ابليس دلوقتي مرعوب من ظهور عزه السواق، وهيتجنن يعرف مين اللي قاله على طريق الشركه. طبعا لا يمكن يشك فيا. وسامي هيحاول يخلص من بيبي وهو لسه في الحضانه، ولو ما عرفش هيحاول يخلص من نعمه نفسها قبل ما تفوق. وطبعا هيعمل ده بغباء وهيتكشف وهيتحرم من الميراث. وساعتها التركه تروح لمين؟ تروح لاي حد لسه عايش، سواء نعمه او البيبي، ويورث الجمل بما حمل. طب وانت تفضلي كده مستنيه كتير؟ انا هشوف الموضوع هيرسي على ايه واكمل انا بقى. كمل، خش دوس. هنا من يا دكتور؟ الحمد لله على السلامه يا نعمه. هنا موجود في الحزن الصور. هتقولي عايز اشوف؟ هو في الحضانة، ما تقلقيش، انا عملت معجزة طبية تتكتب باسمي عشان يعيش. طب هتقولي اشوف الله يخليك. طب يا ست الكل، نخلص اتفاقنا الاول. اتفاق ايه؟ هات لي ابني. اتفاق ايه؟ انت كنت متبنجة، لكن اللي بينا ما يتنسيش يا نعمة. عايزة هات. يا نهار اسود، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ والنبي يا دكتور بقى، لا تسودها ولا تقطرانها فوق دماغها، هي غامقه يا اخويا وصدى لوحدها. انا عايز اعرف انه شيطان اللي حط في دماغك الفكره دي. شيطان مره واحده كده؟ انت شغلك الشمال كله على يدي، عيب ما تقول كده. دور العفه والشرف ده بقى ما تعيشوش عليا. وبعدين انت عارف ان الشفي قلب الله يرحمه سايب عينه تسال المنى بتاعته وانت مجمدها جوه في المعقل. يعني ما فيهاش حاجه لما تعملي حته تعملي حقن مجهري ما تسواش، ده انت بتعملها وانت مغمض. ايوه بس ده مطلقك وانت مش على ذمته. اتقي لا يا دكتور، ده انت اكتر واحد عارف ان هو كان هيموت على حته عيل وهو عايش. يمكن ربنا يكرمني واعرف اجيب له حته العيل. يعني انت عايزه تعملي العمليه عشان حته العيل اللي كان نفسه فيه، ولا عشان الورث والملايين؟ هديك 500. 500 ايه؟ 500,000. لا 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 لا، الموضوع ده عايز حسبه تاني خالص. لا يا راجل. امال ايه؟ ازاي بقى؟ اقول لك يعني، لو بنت هي حزمة، لو ولد تركه بتزيد يبقى لي حزمة تاني. ماشي، اعمل لي العملية واستنى لما هديك كل اللي انت عاوزه، بس انقذني بقى واعمل لي العملية بسرعة. يا رب يكرمنا يا رب. ان شاء الله. كده يا نعمة يبقى الحساب 2 مليون جنيه. مبروك عليك التركه كلها يا ستي، هتاخدي الجمل بما حمل.
Thank you.